لماذا تؤكدون على الحجاج في كل سنه الحج أن ينوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء مناسك؟ هذا السؤال له شقان. نعم. أحدهما قوله ماذا تؤكدون على الحاج أن يزور المسجد النبوي. نقول نحن لا نؤكد عليه ذلك، ونقول إن زيارة المسجد النبوي لا تعلق لها بالحج، وأنها عبادة مستقلة ليست من متممات الحج، ولا ينقص الحج بفقدها، ومن حج فلم يزر فحجه تام صحيح وليس فيه أي نقص. ولكن أهل العلم ذكروا الزيارة بعد الحج لأن الأسفار في ذلك الوقت صعبة، فيكون سفر المسلمين إلى الحج وإلى الزيارة واحدا أسهل عليهم. لا. لذلك صاروا يذكرون الزيارة بعد الحج، وإلا فلا علاقة لها بالحج إطلاقا، وتكون الزيارة في أي وقت من السنة. وأما الشق الثاني فهو قال إنكم تؤكدون أن ينوي زيارة المسجد. نعم. فنحن نعم نقول ذلك، أنه ينوي زيارة المسجد، وهذا السؤال له تعلق بالسؤال الثالث الذي ذكرناه قريبا. نعم. وذلك لأن شد الراحل لزيارة القبور منهي عنها، لأنها لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة فقط على سبيل العبادة. نعم.